وول اوف فيم كمان اليوم مع ميشيل قصدي الفنانين اللبنانيين دائما عندهم محطه مع الجيش اللبناني، الشباب اللبناني دائما عنده هالمعزه الخاصه للجيش اللبناني وهالرهبه الكبيره يلي عنده اياها الجيش، ضروري انها تضلها موجوده، والغنيه بتساعد، الغنيه هيك بتقوي بتذكر بتحمس. اهلا وسهلا فيك ميشيل قصدي. بونجور، كمان انا بدي اعيد كل المشاهدين كل اهل الجيش اللبناني وعناصر الجيش اللبناني. وقلتي لي الغنيه بتحمس، بتعرفي في ناس بيقولوا لي خلص الفنانين ولو انه يعملوا اغاني للجيش تينشهروا على ظهر الجيش، هيدي اهانه للفنان وللجيش. انا شخصيا بحكي عن حالي، انا عملت غنيه للجيش، هو ما رح نحكي شعر هلا اقول محبه بجيش لبناني وهيك، انا انسان من قبل ما اصير فنان انا كنت حب اخدم الخدمه العسكريه، وثائبت انه التغت كنت اقول له لبي انا بدي اخدمها، الي خيي ما تضيع سنه من وقتك، انه انا كنت حب اخدمها وثائبت انه التغت الخدمه، وهيدي خساره لإلي. على كل حال هلا رح نشوف الكليب تبع اغنيه مرفوع الراس، ودغري يعني انا عم بحضر، يعني لما كنا عم نحضر الكليب اول شيء بيتبادر لذهننا شو عم تعمل تدريبات عسكريه، انه في عمل على الارض اكثر ما في تمثيل يعني بهالكليب. هو كان اول كليب لفنان بيكون عم بيصور كليب للجيش وبيقوم بالمناورات العسكريه، يعني عملت كل التدريبات اللي بيعملوها، يعني فزات عن بناية أنا ما بحياتي عملها، أطلع على الدبابة هي وماشي، أفوت بالرشاش في رصاص لأنه بدي أوصل مطرح وأوس، كان كل شيء فعلي عم بيصير بالكليب، ما كان تمثيل، كان كليب خطر، أنا رجعت كاسر إجري على البيت، صار أشياء كتير حلوة، وأنا كانت تجربة من أجمل التجارب اللي عملتها بحياتي. ميشيل كمان يعني اوقات كثير الشاب من هو صغير بيكون حلمه انه يكون على القليله عارف شو عم بيصير بهالمطارح، بمطارح الجيش، شو ما كانت هالمطارح. هو يعني بتشوفي ما في ولد ما عنده هول الالعاب البلاستيك انه جيش عم بحارب جيش وبيصير يلعب فيهم وبينمى حلمه من وراء اللعبه. هي لعبه الخير والشر يعني دائما موجوده، دائما هي لعبه انه لازم يكون في دفاع دائما. هي خبريه القوه والعنفوان اللي عنده اياه الجيش يعني موجوده عند الطفل على طول، يعني بيصورها بشكل غريب يعني مش حقيقي يعني، بس فعلا عم بحكي من كل قلبي انا انه انا كنت كثير حب اني اخدم الخدمه العسكريه. كليب مرفوع الراس كمان المميز فيه انه اخراج مؤهل بالجيش اللبناني شرب النصر، تحيه له كمان، تحيه لكل افراد وعناصر الجيش اللي يعني كانوا ظاهرين بالكليب وكانوا فعلا عطوا هيك جو كثير حلو ومصداقيه كثير كبيره. خلينا نشوف الكليب. نامت كل عيون الناس وعينك انت سهران، رح يبقى مرفوع الراس بوجود الجيش اللبناني. نامت كل عيون الناس وعينك انت سهراني، رح يبقى مرفوع الراس بوجود الجيش اللبناني. خلي المش سامع يسمع، جيش بلادي ما بيركع.
حققت حلمك ميشيل، لعبتها للآخر حتى بقصة الشعر وبكل اللوك. وين تصور الكليب؟ تصور بعمشيت بسكنة مغاوير الجيش، مغاوير البحر. حلقوا لنا على الناشف. لا لا، كليب كثير حلو. وكيف كان التفاعل بينك وبين عناصر الجيش اللي كمان بده يقفوا قدام الكاميرا يعني، ومش مش كل يوم بيقفوا قدام الكاميرا؟ انا اللي كنت مستحي اكثر منهم يعني. الشباب كانوا يمكن معودين شوي على الكليبات اللي بيعملوها للجيش يعني. انا كنت مستحي شوي انه قدامهم، انا كيف بدي اعمل الشيء اللي هن عم يعملوه يعني، انه انا شاب وانتم شباب، انا مش مسترجي اعمل شيء من اللي انتم بتعملوه. كانوا كتير مساعديني يعني، هن اللي شجعوني وهن اللي يوقفوا يعلموني كل شغلة بتفاصيلها يعني. وهلأ كنا عم نحكي يعني أنا وياك إنه حالي ومبين عمري 12 سنة بالكليب، هاي شغلة كمان حسستني أكتر بالمسؤولية اللي هن عايشينها، بانه بدك تحلق متخلينا لاخر شعره احتراما للبدله اللي انت لابسها، بدك تقصر شعرك احتراما لهالبدله. كل يعني كان في تصرف عسكري لو اني انا عم صور كليب. هالشيء بين على كل حال بالكليب. في بلدر ونحن منتظرين منك موال. يلا. قالوا سيفك فوق السيوف الكل، عالي وجبينك شامخ شموخ الأرز عالي، هل معك رح نبقى ونصرخ بصوت عالي مثلك بطل؟ قالوا مثلك جيشنا ما خلق الله وجاب. يعني هالصوت الحلو كمان، او مثل ما قلت قبل شوي، واجبات الفنان انه يكون عم بيقدم اللي عنده للجيش اللبناني ولا الوطن، مش العكس يعني. مثل ما كنت عم بتقول انه يعني ضروري انه يكون في اغاني للجيش وواجبات كل فنان. انا بالنسبه لي هذا واجب، لانه الجيش عم بيقدم كل شيء عم بيقدمه دون مقابل، او المقابل قليل بالنسبة عليه، قليل عليه إنه نعمل له غنية أو كليب. تفكر تعمل كليبات تانية وأغاني تانية؟ أكيد كل ما بقدر بتسمح لي الفرصة رح أعمل. ميشيل طبعا عندك أكيد مشاريع كتيرة حاليا، وأكيد في أغاني كتيرة رح نشوفها بعد شوي، ولكن وين الوطنيات؟ يعني عم نحكي اليوم عن أغاني الجيش، بس في كمان كتير أغاني وطنية، ويعني فعلا أغاني أوقات فنانين بيصيروا يتميزوا فيها لدرجة كتير كبيرة، وبتصير مطلوبة أكثر من أغاني الحب والغرام. مع انه سنة في حب وغرام يعني بالوطنيه، حب وغرام للوطن اكيد يعني. اكيد نحن ما عندنا وطن، هذا هلا شيء موضوع ثاني. هذا لا عندنا، عندنا منيح لعنا جيش ليضل عنا شيء من الوطن، الوطن يعني. الوطنيات انا سنه ما في اغاني للجيش، غريب ما شفت فنانين عملوا اغاني للجيش، مع انه كان له بالعاده كل سنه ينزل 15 غنية للجيش. لازم كل فنان يفكر إذا قادر يعملها يعملها. ميشيل يعني هالكليب يعني عم نحكي عنه كتير، اللي أخذ فعلا شغل كتير، خليك على علاقة قريبة بأفراد الجيش. أكيد في تقدير، كنا عم نقول قبل شوي مع شاعر نزار فرانسيس، قدي يعني بيقدر عنصر الجيش، أنه نحن عارفين أنه هو موجود، عارفين أنه هو جندي موجود كل يوم 24 ساعة دايما لحماية هالوطن، لما مننام هو سهران، لما يعني حلو أنه يكون عارف أنه نحن واعيين لهالوضوع. خاصة بالسنتين ثلاثة الأخيرين، كل عنصر من الجيش اللبناني عارف أنه الشعب كله متضامن معه ويحس معه، والله يعينهم عن جد يعني. أنا بقول كذا مرة هيك نكون قاعدين نحن والأصحاب يعني، بقول لهم وقفوا نص ساعة محله على الحاجز، وقفوا نص ساعة محله على جبهة، ما بتعرف أي ساعة بتجي رصاصة، ما بتعرف من وين بتجي رصاصة. الله يحميهم. وبالنهاية هل عناصر الجيش وهالشباب يلي مستعدة حامية يعني حياتها على كفة ومستعدة إنها تدافع عن ناس، عارفة حالها وين رايحة وشو رايحة تعمل، ولكن مزبوط. المطلوب احترام هالقدسية هالبدلة واحترام هالتضحيات، هيدا هو الشيء الوحيد المطلوب، وهيدا الاحترام بيكون يوميا، إن كان على الحاجز
هيدي شغلة كتير مهمة. أو إن كان بأي مكان تاني. خلينا ننتقل على الوول أوف فيم كمان. تمضي لنا هيك وتحية كمان بنعمل للجيش اللبناني. يبقى مرفوع الراس أكيد لبنان بيبقى مرفوع الراس بوجود الجيش اللبناني. شكرا لك ميشيل أزدي وأهلا وسهلا فيك. بانتظار أكيد كل جديد من عندك وأكيد رح نكون عم نتابعه. مشاهدينا اللي خلصت هلأ هالفقرة من MTV Live رح ناخد وقفة صغيرة ونرجع نتابع نحن وياكم مع واتسون MTV. خليكم معنا.